مساء الخير على كل مشاهدي تايم سبورتس في كل مكان، وحلقه جديده من تايم لايف هنكلمكم في كل اخبار وكواليس جديده وكالعاده تغطيه خاصه لاخبار منتخبنا من خلال شبكه مراسلينا في كل مكان، وكمان هنكون معاكم وبطل جديد من يلا من ويكان في فقركم ويكان. خلينا نطلع لفاصل، بعد الفاصل نستكمل سويا برنامجكم تايم لايف. اهلا بكم مره تانيه من جديد، مستكملين معاكم النهارده حلقتنا. خنروح لاجتماع كان مهم بالامس في معسكر منتخبنا الوطني، عقد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه جلسه وديه مع لاعبي المنتخب الوطني وجهازه الفني في مقر اقامه الفريق مساء امس، في حضور طبعا المهندس هاني ابو ريده رئيس الاتحاد المصري لكره القدم، حيث حث الوزير لاعبي منتخب مصر على بذل اقصى جهد لتحقيق ما ينتظره الملايين من الشعب المصري في هذه البطوله اللي طبعا بطبيعه الحال بتنظمها مصر في التوقيت الحالي. واثنى المهندس هاني ابو ريده خلال تواجده في هذا الاجتماع على روح التكاتف بين اللاعبين ورغبتهم في العفو على عن زميلهم عمرو ورده ورفع الايقاف عنه والتزامهم ايضا باي قرار يصدر من اتحاد الكره في هذا الشان، حيث قرر تخفيض عقوبه الايقاف عن اللاعب حتى نهايه الدور الاول للبطوله فقط. واكد ابو ريده ان اللاعبين كل طلبات اللاعبين ومطلب الجميع منهم ان يستمر هذا التكاتف بينهم وينعكس على ادائهم في الملعب لاسعاج جماهيرهم وشعب مصر بطبيعه الحال. كل ده كان في اجتماع الامس اللي كان مهم جدا جدا اكيد عشان يقدروا يشوفوا ايه طلبات اللعيبه وكمان ايه الازمات اللي ممكن تاثر على ادائهم في المرحله القادمه. نطلع لفاصل، بعد الفاصل هنستكمل سويا حلقتنا النهارده من تايم لايف. اهلا بكم اعزائي المشاهدين، وايه فقرتنا النهارده من ويكان؟ بطلنا النهارده اللي هنتكلم عنه واحد من اهم النجوم في تاريخ الرياضه المصريه، قدر شعار ويكان يفرض اسمه في عالم النجوميه في لعبه بعيده عن كره القدم، وهو نجم نادي الزمالك والمنتخب الوطني لكره اليد احمد الاحمر. احمد مصطفى الاحمر قدر بشعار ويكان يفرض لنفسه شخصيه داخل ملاعب كره اليد خلته واحد من اهم اللاعبين في تاريخ اللعبه، وخلته معشوق جماهير الزمالك بصفه خاصه وبيحظى بحب واحترام جماهير كره اليد المصريه بصفه عامه. وبنناقش كمان شعار ويكان النهارده، قدر احمد الاحمر يحقق العديد من الالقاب الفرديه ابرزها الفوز بجائزه افضل ظهير ايمن بكاس الامم الافريقيه مصر 2004. هنروح لتقرير عن احمد الاحمر ونرجع نكمل فقرتكم ويكان. وزي ما كان النجم احمد الاحمر بيرفع شعار ويكان وهو بيحقق كل انجازات، ده هيفضل اللاعب مستمر في القتال والتالق رغم تقدمه في العمر عشان يحافظ على مسيرته المميزه اللي خلته واحد من اهم لاعبي كره اليد في مصر والوطن العربي. هنطلع لفاصل، بعد الفاصل نستكمل سويا تايم لايف. اهلا بكم مشاهدينا، دي كانت حلقتنا من تايم لايف النهارده، تابعنا معاكم اخبار منتخبنا، شفنا جلسه الامس الوديه ما بين وزير الشباب والرياضه وايضا رئيس الاتحاد المصري لكره القدم، وكمان في ويكان شفنا بطلنا احمد الاحمر بطل مصر ولاعب مصر منتخبنا لكره اليد اللاعب منفرد اكيد بطبيعه الحال بصبغه معينه في كره اليد. دي كانت حلقتنا النهارده من تايم لايف، بكره حلقه جديده انتظروها ان شاء الله على خير.